تفكر في ذلك الرضيع الذي استخرج من تحت الركام بعد 6 أيام كاملة مدفون وهو حي، من كان يرعاه، من كان يطعمه، من كان يدفئه في ذلك البرد، وكيف أحياه الله. تفكر في تلك الطفلة السورية بعد أن خرجت من تحت الركام وجسدها مليء بالآلام والجروح والكسور، ولا تعلم من من أهلها بقي على قيد الحياة ومن مات. تقول وهي تتألم من الجروح ومغيبة عن الوعي: صار ليوم كامل ما صليت. هذه البريئة التي لم تفرض عليها الصلاة أساسا تعطينا دروسا للشباب المتكاسلين عن الصلاة. تفكر في تلك السيدة العالقة تحت الحجارة والتي رفضت أن يخرجها المسعفون وأصرت أن يعطوها شيئا تغطي به رأسها أولا، رغم أن لها عشرات الساعات مختنقة تحت الركام. هذه العفيفة تعطينا دروسا في العفاف والحياء، غيبت عن كثير من نساء هذه الأيام. تفكر في ذلك العجوز المنحصر تحت الردم الذي لا يستطيع تحريك نفسه ولا تقليب جنبه قبل أن يسأل عن أهله وبيته وماذا حل بهم. يسأل المسعفون والمنقذون هناك: هل يجوز لو أديت الصلاة هنا؟ ويطلب من المسعفين أن يأتوا له بماء ليتوضأ. أتوضأ وأصلي. أيها الحبيب، في الوقت الذي تسمعني به الآن يوجد عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب بلا مأوى في سوريا وتركيا بسبب الزلزال الذي حل بهم، وما زال بعضهم تحت الأنقاض. فنسأل الله رب العرش العظيم أن يلطف بهم فوق كل أرض وتحت كل سماء، وأن يرحم ضعفهم وقلة حيلتهم، وأن يرحم موتاهم ويشفي مرضاهم ويرد غائبهم ويلم شملهم عاجلا ليس آجل. اللهم آمين. يا مسلم، تفكر أرجوك، هذه الحلقة ليس لإخبارك شيء لا تعرفه، بل لأدفعك للنظر مجددا في كل ما تعرفه. إلى اليوم لم تزلزل الأرض زلزالها، إلى اليوم تسجل على مقياس الزلازل ريكتر أعلى الدرجات باعتقادنا، ولكننا والله إلى اليوم لم تزلزل الأرض زلزالها. الزلزال الحق لم يأتي بعد، الزلزال الذي تخرج فيه الأرض باطنها لم يأتي بعد. فكيف حالنا بزلازل اليوم التي تستمر لثواني معدودة؟ فما بالك لو استمر الزلزال الواحد ساعة واحدة فقط، لن أقول يوم، فما بالك ب40 سنة أو أكثر، والله أعلم. كيف مصابنا وخوفنا وقتها؟ فأول شيء أدفعك للنظر به مجددا هو علاقتك بالله عز وجل. تقرب منه، صلي بخشوع، أكثر من الاستغفار والدعاء. يا مسلم، تفكر هذا الزلزال المفزع بنظرك الهين بما سيأتي، والذي تقول عنه إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن طاقة المبعثة منه تعادل 500 قنبلة ذرية، والذي قتل به إلى الآن أكثر من 30,000 شخص لوقت تصوير الحلقة، وشرد الآلاف وأفقد مثلهم ليصنف كأكثر أحد الكوارث الطبيعية الدامية في القرن الحديث، متجاوزا تسونامي عام 2011، ما هو إلا مجرد علامة. قم بإعادة النظر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل. فما أدراك أن القيامة لن تقوم؟ وهل تعتقد أن من بين كل ضحايا الزلزال الذين نحسبهم شهداء عند الله عز وجل، هل كان واحد فقط منهم يعتقد أنه سيدفن غدا تحت ركام بيته؟ والله لو علم واحد منهم بذلك لخرج ولم يمت. وهذا حالنا أيها الحبيب، لا نعلم ما سيكون، فكيف بنا نتصرف كأننا نعلم ولا نتعظ؟ ثم يأتي إليك شخص ملحد مستهزئ ويقول: أين إلهك؟ وهذا حالهم بعد كل زلزال أو دمار، يخرجون بشبهاتهم المحروقة: أين إلهك؟ أو إلهك غير عادل والعياذ بالله. ثم سبحان الله، ترى إجابة شبهاتهم من أفواه الأطفال. كذلك الطفل الذي ماتت عنه عائلته وإخوته الثلاث في الزلزال، تاركينه بمفرده في مصارعة الحياة، يقف صابرا متصبرا بالله، قائلا كلمات يعجز رجال أشداء عن تحملها: ما حد صاب شيء، لأنه رب العالمين هي إرادته. أخواتي كتب لهم 3 ماتوا، الله يرحمهم. فالمؤمنين غير مندهشين من وقوع البلاء، بل مندهشين من سؤال لماذا يقع البلاء. فالمؤمن يعلم أن الابتلاءات في الدنيا أمر طبيعي بل وبديهي، وهي سنة من سنن الله التي جعلها في الأرض. فالذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بالجنة ولا بالنار، طبيعي أن يستهزئ من هكذا موقف ويقول: إلهكم غير عادل والعياذ بالله. فنظرة الملحد إلى الحياة هي نظرة عدمية، لا تعطي قيمة لتلك الأرواح التي ماتت ولا لحياتها، بعكس ما يدعون إليه من إنسانية فارغة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار، يعني أكثر الكفار الذين كانوا أغنياء ومتنعمين في الدنيا يؤتى بهم، فيقال: اغمسوه في النار غمسة، فيغمس فيها، ثم يقال له: أي فلان، هل أصابك نعيم قط؟ يعني هل تتذكر أنك رأيت نعيم في حياتك بعدما غمست الآن في النار؟ فيقول: لا، ما أصابني نعيم قط، يعني بعد الذي رآه من هول النار. ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء، فيقال: اغمسوه في الجنة، فيغمس فيها، فيقال له: أي فلان، هل أصابك ضراء أو بلاء من قبل؟ فيقول: ما أصابني ضراء ولا بلاء
فقط. تفكر أيها الحبيب واصبر واحتسب. أو يأتي شخص مسلم ويشكك، هل الزلزال بسبب الذنوب فقط؟ وإن كان كذلك، لماذا حدث زلزال في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ فهل حدث هذا بسبب ذنوبهم؟ في عهد عمر بن الخطاب الأرض زلزلت، فقام على المنبر وخطب في الناس فقال: قد أحدثتم لقد عجلتم، والذي نفسي بيده إن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. يعني إن تكرر الزلزال سأخرج من عندكم. وهنا أيها الأحبة، المسلم لا يجزم أن الله قدر الزلزال فقط بسبب الذنوب، هو يدرك أن كل شيء بمثابة تذكيرات من الله له تقربه وترجعه إلى طريق الصواب، فيصبر ويشكر. نعم قد تكون بسبب الذنوب. قد تقول: وما ذنب الأطفال الأبرياء أو الأشخاص الذين لم يذنبوا بالعقاب الجماعي من الله عز وجل؟ هو لهم رفعة درجات، ولغيرهم كفارة الذنوب أو عقوبة عليهم. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. ولكننا نتفكر أيها الحبيب، وما زال فينا خير، وما زال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبقا فينا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وبالفعل هرع المسلمون من كل صواب يغيثون إخوتهم، فهذا الخليج العربي لوحده وصلت تبرعاته في يوم واحد فقط إلى 186 مليون دولار. حتى أهل الشام والعراق فزعوا برغم جراحهم وآلامهم، يساعدون إخوتهم في الشام وينشلونهم من تحت التراب في تركيا، بل يفرحون ويكبرون الله ويحمدونه كلما أنقذوا طفلا أو إنسانا لا حول له ولا قوة. ونفس الأمر من دول المغرب العربي وغيرها من دول العالم. هؤلاء هم المسلمون الذين قال الله عز وجل فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذا هو البلاء الذي يطهرنا من ذنوبنا ويرينا أنفسنا ويقوي أخوتنا في الله ويجمعنا على الدعاء. فأول ما نزل البلاء بادر الجميع بالتوبة والاستغفار، ثم سارعوا بالدعوة إلى إخوانهم الموجودين تحت الركام، ثم بادروا بالتبرع وكل أنواع المساعدة والتضامن، لدرجة حتى انطلقت مبادرات نفسية لدعم المتضررين بعد الزلزال، مثل المبادرة التي أطلقها الدكتور يوسف مسلم رئيس الجمعية الأردنية لطب النفس. ورغم كل ما حدث في هذا البلاء، تفكر: لم تزلزل الأرض زلزالها بعد فن التعب. ودمتم في أمان الله.